أنا تريسي داني شمعون، حفيدة الرئيس كميل نمر شمعون وبنت الشهيد داني شمعون. أنا رئيسة الحزب الديمقراطي والأحرار وامرأة سياسية في لبنان. واضح إنه الأسئلة تكون كتير شخصية ونفوت بتفاصيل حياتي وتاريخ عائلتي. ماني متوترة أبداً، بالعكس استسلمت للوضع ومبسوطة إنه قادرة أعمل هالإنترفيو. تريسي شمعون، تريسي داني شمعون، بريطانية، أمريكية، أسترالية، لبنانية، مواطنة من العالم، دائمة السفر والتجوال من بلد إلى آخر، من دولة إلى أخرى. كلما بتوصلي إلى لبنان وتطأ قدماك أرض بيروت، شو بتحسي؟ إنه رجعت على بيتي، رجعت على أصلي، على طبيعتي، على حبي. هالبلد كل شيء بالنسبة لإلي. هل حسيت بيوم من الأيام إنه هويتك ضعضعت أو تزعزعت؟ أبداً أبداً، يعني لما غادرت لبنان، لما فليت، دايماً تركت قلبي بلبنان، فكل ما أرجع كل ما بحس إنه ما فليت أبداً، ما تركت لبنان أبداً، ما غبت حتى. بتزوري طبعاً دير القمر، وأنا بعرف إنه مرة بالأسبوع على القليلة أنت فوق، أنت موجودة بالطبيعة بين الشجر والبيوت القديمة. دير القمر فيها معالم كثيرة، فيها متاحف، فيها كنائس، فيها أسواق أثرية، وفيها طبعا طبيعة رائعة، في عندها رائحة العيلة، رائحة الماضي. إلى ما تشتاقين؟ ولا للعيلة أكيد، للجزور، لهالرصيد الكبير، لهالاسم المشهور يلي هو اسم الله يرحمه الرئيس شمعون والشهيد الوالد داني شمعون، وبشم ريحتهم فوق في ساحة داني شمعون. هيديك اليوم فتت على البلدية وفي صورة بي الله يرحمه وجدي كمان، فكأنه عم برجع بيتي هذا الأصل. وشوف كمان ما عم تحكي عن الطبيعة مثلا، أنه حافظت على الطبيعة فوق بعدها مثل ما هي، البيئة كتير حلوة، فهذا شيء بيهمني كتير بهالبلد بالأخص باللي عم نمره هلأ. بين لبنان وآل شمعون حكايات جميلة، لكن أيضاً في حكايات موجعة مؤلمة. هنالك نص الكوب متلان ونص الثاني فارغ. وقتها تطلعي بالخلف، تطلعي بورا، بالماضي، تطلعي بالكوب، شو بتشوفي اليوم؟ أنا بشوف أنه إذا حدا بيجي بيقلي بتحب تغيري شيء بحياتك، بقلهم لا أبداً، ما بغير ولا اليأس ولا الحزن ولا الغضب ولا الحب ولا الفرح ولا شيء، لأنه هيدا سبيل حياتي، وأنا اتطورت كمان من وراء هالصعوبات. الإنسان ما بيتعلم بالفرح، بيتعلم بس من الحزن، بيتطور، فما بغير شيء بحياتي. حملتي تاريخك وتركتي، غادرتي ثم رجعتي، عودتك، شو رح بتضيف؟ شو رح بتغير؟ بركي للمجتمع مش كتير، بس بالنسبة لإلي كتير، لأنه أنا عم بقوم بواجباتي وعم كمل هالطريق يلي شقه جدي قبل وبيي، وما بينترك، لأنه رصيد كتير حلو لهالبلد، ويلي بقدر بعمله بعمله، وعم بتفرغ لهالعمل لأنه هيدا واجب بعتبره. أنت إذا حاملي المشعل معك الطريق طويلة، ورح توقف معك بمختلف الحقبات ونقاط التحول يلي أدركتيها ويلي عشتيها. هل بقرارت نفسك في مواضيع معينة بتفضلي ما أتطرق لها؟ لا أبداً، على راحتك. يعني إذا في سؤال صعب علي بركي اتردد شوي، بس رح حاول جاوب على كل شيء من كل قلبي. أهلا وسهلا فيك، تفضلي، هيا بنا. الأمل موجود،
الفرح موجود والله موجود، وهو المالك الحزين، هذا الطائر العجيب الذي يغني أجمل الألحان وهو ينزف يحلق، فهو يخفق بالرغم من الألم. أصدقاء المشاهدين، نتلقى تعليقاتكم وأراءكم عبر موقعنا الخاص ricardokaram.com وعبر موقعي التويتر على العنوان ريكاردو آر كرم، وفيسبوك على صفحة كرم ريكاردو. تريسي داني شمعون، هنالك من يشبهك بالطائر مالك الحزين الذي يغني وهو ينزف، هل بتشوفي هذا التشبيه بلبسك عقياسك؟ أنا قلت لك أول شيء أنه ما رح كذب عليك أبداً، في حزن، في حزن دائم بقلبي، ولكن بفكر أنه هيدا كمان أصل الحياة، لأنه إذا الواحد ما عنده توعي أو ما أنه واعي، ما أنه واعي على الحياة، بضل في نوع من توازن بين الحزن والفرح بالحياة اللي نحن منعيشها. هل بحياتك لحظات الحزن كانت أكثر بكثير من لحظات الفرح؟ الحزن كانت قاسية، يعني حياتي كانت قاسية، ما كانت سهلة أبداً، وحجم الحزن كان كتير تقيل على مرحلة طويلة بحياتي، يعني تقريباً طفولتي ولما بالعشرينات كمان وثلاثين لما توفى بي، فدفعت ثمن كبير بالحياة، ولكن ما بعرف شو فيه بنفسيتي، بس ماني متشائمة، بضلني إيجابية، بضلني بتطلع للمستقبل، وتعلمت كمان أنه أعيش بالحاضر يلي هو أهم شيء، لأنه إذا الواحد بيعيش بالوقت الحاضر بيضلوا يلاقي فرح، لأنه معه صحته، معه أصحابه، معه عائلته، في أشياء يلي بتفرح بالحاضر، فأنا صيغتي بالحياة أنه استفيد من الحاضر أكثر ما فيه. هل عانيتي من رسم أو من مشقة رسم ابتسامة وأنت حزينة؟ أنا عندي أمل بالحياة، مني متمسكة بالحزن، بالداخل في سلام، في نوع من سلام، بعرف حالي، بعرف أنه أنا مني ولا حزني ولا فرحي ولا أفكاري ولا تعبيري ولا شيء، بالداخل أنا نفسيتي عشت هالسلام الداخلي، فهالحزن بلاقيه بيمرق بيقطع، يعني الواحد كأنه بيتصور سما مع نجوم عم تمرق، الواحد بيطلع بهالنجوم وبيشوفها أنه بتمرق وبكرة ترجع بتشمس، بقى إذا بكون كتير حزينة تاني نهار بعرف أنه رح أوعى ورح ترجع تشمس. هذا الوطن سرق منك الكثير من اللي حبيتيهم، من اللي شكلوا وجودك وشكلوا هويتك وكونوا شخصيتك، هل سرق أيضا منك البراءة؟ أنا خلقت بلا براءة. بعتقد أنه لما من وقت ما كان صغيري كان عندي نوع من عمق، مثل ما عم شوف بهالصورة. إيه، ما شوف عيوني، مني من هالناس يلي خلقانين وشايفين الدنيا كلها زهور وشجر، لا، عارفة من الأساس أنه الدنيا جدية. وبتذكر قبل الحرب بالسبعينات كنت بقوتي ببدارو، كنا ساكنين ببدارو، وكان عندي إحساس كتير صعب أنه كل شيء رح يتغير، فهالقدرة اللي عندي إياها أنه حس بالإشياء قبل ما تصير سببت عندي من طفولتي نوع من جدية، وبعتبر حالي أنا إنسان جدية مما أكثر أنه سطحية ولا أنه بشوف الدنيا كلها فرح وتسلية. هل أنت بطبعك قاسية أم الحياة جعلتك قاسية؟ أنا بعتبر حالي قوية، وأكيد الحياة جعلتني شوي قاسية. عم نشوف بهذه الصور الجد الرئيس كمية شمعون والجدة الخالدة زلفة شمعون، كيف توصفي طفولتك مع جدك ومع ستك؟ هالشخصين يلي عم نطلع فيهم هن يلي كونوني، ستي بنعومتها بمحبتها للفن كانت ترسم وأنا برسم، جدي لمحبته للثقافة للتربية للكتب، هو علمني أنه الواحد لازم يتحسن بهالدنيا، لازم يكون عنده طموح كمان، وكمان أنه المحبة اللي عندي إياها للعمل السياسي للفكر السياسي، كل هيدا استنتجته وأخذته وتعلمته من جدي. الوالدة باتي مورغان كانت رائعة الجمال وهي أسترالية،
شو تعلمتي منها؟ شو عطيتك؟ أمي كانت مرأة عزيمة، فعلاً عزيمة. يعني تركت أستراليا لما كان عمرها 16 سنة وراحت على إنجلترا لتشتغل بالأفلام وبالعرض الأزياء. مرأة كتير حلوة ولكن كمان كتير ذكية. ولما تعرفت على بيي كانت بأعز أيامها، تركت كل شيء للحب، كل شيء، ورجعت على لبنان وقت الثورة ب 58 وفاتت بالجو. يعني بدك تتصور مرأة أجنبية ما بتحكي اللغة ولا شيء وغير ثقافة كليا وجاية من جو كتير عالي مرتفع، يعني جو لندن وإلى آخره، وجاية فاتت بالثورة. أول شيء عملوا عطوها فرد لما نزلت من الطيارة، بس تأقلمت وهيدي كانت قوتها. وانه هي هيدي الشغله اللي تعلمتها منها، تعلمت انه اقدر اتاقلم على كل شيء واقدر اسيطر على الصعوبات وتحديها وانه كمل، لانه كانت كثير كثير قويه داخليا. وانت مراهقه، الحرب اندلعت بلبنان، مراهقه غير عاديه غير طبيعيه، الحرب بتغير الانسان، الحرب بتخليه يتبع طقوس معينه واساليب معينه. هل حملت سلاح؟ حملت سلاح ولكن حظي انه ما قوصت حدا. احمل سلاح للدفاع، يعني لانه بيي كان دائما تارك البيت بالجبهه مشغول، فانا كنت لوحدي بالبيت مع امي وستي، فحملت سلاح لاقدر احمينا. ما كانت ارادتي انه شارك بالحرب. بالحرب انا اشتغلت مع اللاسلكي على الجهاز، بس رح أقول لك أنه شفت أشياء ما بتنشاف. شفت ناس دماغهم مفجرين ناشفين على تيابي، شفت ناس عم بيكبون من بنايات، عم بيقوصون بسيارات أنه مشينا على جتت. لما كنا أولاد كنا نوقف على الجسور ونطلع وكنا نشوف أي جتة جايبين آخر شيء، كل الجتت محروقة. يعني شفت، بدي أقول لك، أسوأ مشاهد الإنسان بيقدر يشوفها. فأكيد هالأشياء بتأثر على الحياة. مشان هيك كمان أنه بعتبر أنه عشت حياة كاملة، شفت أجمل شيء بهالدنيا وأسوأ شيء بهالدنيا، وصلت لمرحلة هلأ أنه بعرف أنه بالنهاية الحياة هي اللي بتنتصر وبتكمل. الإنسان بركي ما بيضاين، بس الحياة أقوى من كل شيء. رحل الجد وقبله رحلة الجدي، رحلة الوالدة بعد ما بترت ساقة تحت تأثير السكري، ورحل الوالد، رحل الأب داني شمعون وزوجته إنغريد وشقيقين طارق وجوليان في حادثة اغتيال فظيعة. لم يبقى لك من أثر والدك سوى أخت واحدة، تمارا. شو صار فيها؟ تمارا هون لبنان، عمرها 25 سنة، رح يصيروا 25، وبنت فظيعة وكل حياتها قدامها. يقال أنه موت السيد زلفة شكل بداية سقوط بيت شمعون، هل شيء صحيح؟ ما فيني أقول هيك، لا. نحن كنا فايتين بأجواء دولية وإقليمية، يعني ما رح حط السبب على ستي الله يرحمها، لأنه كل شيء تطور. نحن عشنا أجواء، مش هي سبب، لكن بكتير عوائل كبيرة بيكون في صخرة يمكن مش بالواجهة، بس هي بتشكل عمود فقري لكل فروع العائلة وكل أغصان العائلة. يقال أنه الست زلفة كانت هذه الصخرة تحديدا، وعند وفاتها وانتقالها إلى العالم الآخر ضعضع وزعزع البيت، هل شيء صحيح؟ الحرب ضعضع البيت وخرب البيت، لأنه الأخلاق تتغير بالحرب. يعني ما تنسى كمان شو صار بالسعديات، يعني جدي الله يرحمه خسر كل شيء بذات الوقت تقريبا. يعني توفت ست زلفة مرته يلي كان يحبها أكتر شيء بالدنيا، وبعدين اجت الحرب وهو شايف، يعني كان عارف قبل بوقت لوين رح نوصل. وبعد مجزرة الدمور ولما أخذوا السعديات اللي كان كمان بيته مع كل أملاكه، كل شيء عنده إياه، أنه بيقدروا بهالدنيا موجودين، كل وراءه، كل ذكرياته، كل هدية وصلت له من أي ملك بهالعالم، يعني كل شيء موجود بهالبيت، خسر كل شيء.
هيدا إنسان بدك تعتبر أنه خسر كل شيء. فلما نقل من بيته على الأشرفية نقل جيبته فاضية تقريباً، كل ذكريات. هلا الواحد اذا عنده ذكريات شو بيذكره بالاشياء بالبيت؟ بتذكره بالشغله او منظر او مشهد او جنينه او كتب، ما بقي له شيء جدي. بقى بدك تشوف انه كنا عايش بهالاجواء، ونحن كمان كعائله خسرنا كل شيء لما تركنا بدار وطلعنا على الجبل هريبه وقتها، كمان طلعنا مع مشي، وبعد ما جرت الصفرة يلي جمعناه بهالفترة الصغيرة من السنين كمان راح كل شيء. فأنا تعودت أنه أخسر كل شيء بحياتي. هيدا الجو، هيدا الجو القاسي والحرب والموت، وهيدا يلي غيرت العائلة. في هذا العام نحتفل بمرور 25 سنة على اغتيال داني شمعون وعائلته فجر 21 من شهر أكتوبر. كيف تقاربين وتعودين قراءة هذه المجزرة؟ طبعاً عن مسافة طيب. إنسان بيرى الأمور بغير طريقة موضوعية أكثر. كانت مجزرة، رح أحكيك على عدة مستويات. على مستوى لبنان كانت مجزرة، يعني مثل مجزرة الكندي بأمريكا، ما في شخص ما بلتقى فيه ما بيخبرني شعوره بهالوقت هيدا كأنه مبارح. على مستوى العائلة أكيد أنه مجزرة كبيرة، وراح كل شيء، راح كل شيء. الارتباط العائلي لإلي مثلاً، رجوعي على لبنان، سهولة رجوعي، سهولة عايشتي هون، إرادة عايشتي، فرح عايشتي هون. يعني أنه الواحد بده يكون محاوط من عائلته، ما بقى في شيء، ما بقى في شيء أبداً. في أختي وأنا بس، في عمي عنده أولاد وولادهم عنده أولاد كمان، بس بالنسبة لبيي ما بقى في شيء، صار في فراغ عائلي، وهيدا هالفراغ أنا بعيشه كل يوم هون بلبنان. بالنسبة للسياسة، خليني أحكي لك بهيدا الموضوع. بالنسبة للسياسة بعتبر أنه الناس يلي اغتالوه للوالد كانوا عارفين شو عم بيعملوا، يعني قطشوا الراس. بعد ما قطشوا الراس تفرفت كل شيء، انه ما عاد في هالقوة انه يكون في حدا عم بيمثلهم، حدا هن بيحترموه وراضين انه يمشوا وراء العميانة هالشخص يلي كان كل شيء رمز لهم، لهالناس المحبين العديدين كلهم هيدا الشيء راح. وكمان انه ريس داني، رح سميه ريس داني لأنه فعلا كان ريس، كان عنده مستقبل عظيم بهالبلد، كان مرشح رئاسة، يعني سياسيا انتهى كل شيء، محو كل شيء، محو عائلة كاملة تقريبا. فرجعتي على لبنان صعبة لأنه عم برجع بجو عائلة فارغ فاضي، عم برجع برصيد سياسي كمان ضعيف اليوم، منه قوي، تشتت. وبالنسبة للبنان حزن كبير. هيدا الاغتيال ما حدا بينساه لأنه كان كتير عنيف، ولدرجة أنه في كتير ناس قرفوا وفلوا، ما عادوا عاشوا بهالبلد. مات من مات من آل شمعون، واليوم هنالك أنت وهنالك عمك دوري شمعون. دوري شمعون وتريسي شمعون يختلفان في النظرة السياسية، يعني مثل السماء والأرض، إيجابي سلبي، بوزيتيف نيجاتيف. يعني ألا يكفي هذا التباين حتى تتأكدوا أنه لا شيء في السياسة ولا حتى في القضاء حين يسيس هو نهائي؟ يعني مثلا انقسام بيني وبين عمي من بضعة أيام تبعنا الذكرى يلي أقام حزب الوطنيين الأحرار. نعم. وكان في بالصف الأمامي إلى جانب الوالد ستريدا جعجع، يلي أنت على خصومة كبيرة معهم طبعا سياسيا، ويلي أنت بتتهميهم باغتيال الوالد. شفنا إلى جانب عمك، كيف بتفسر هذا التناقض؟ أولا موضوع ذكرى الوالد منا موضوع قهقهة بالأول. ثانياً أنه ينعمل منه مهرجان، أنا تعبت فعلاً من استغلال صورة بيي.
لمواضيع سياسية. أنجأ بينحكى عنه إذا بدنا نتذكر بيه لازم نتذكره بقداس، بقداس مع كل احترام، مش حوبرة ومشروع سياسي. المشروع السياسي اللي ماشي فيه عمي أكيد أنا مني مقتنعة فيه، لأنه مشروع اليوم عم نشوف أنه عم بيواجه كتير اتهامات، اتهامات فساد، اتهامات عدم كفاءة، كل هالأشياء، ولعدة أسباب كمان، أنه في سوء تفاهم بيني وبين عمي بموضوع سمير جعجع. يعني أنه أنا مقتنعة بشغلي وهو مقتنع بشغلي، مع أنه بالزمان كان معترف أنه سمير جعجع قاتل خيه. وليسامح الواحد، تنكون صريحين، ليقدر يسامح معناتها أنه في نوع من اعتراف، أنه واحد ما بيقدر يسامح بالفراغ. فإذا عمي سامحه لسمير جعجع معناتها أنه معترف أنه سمير جعجع هو اللي ارتكب العملية. فإذا معترف بهالشغلة، لو داخليا في نوع من احترام للمظاهر، لشعور الناس، للاحترام والدي، انه يدعي سمير جعجع لمهرجان لتكريم الشخص اللي قاتله، هيدي شغله انا صراحه ما بفهمها ولا بقدر افهمها. هيدي الصوره شو عمرها؟ هيدي الصوره عمرها شهرين، ثلاثة اشهر. بتلتقوا من وقت للتاني؟ ايه، عائليا بنلتقي، وعائليا اتفقنا انا وعمي انه ما رح يكون في صراع، وعم بعمل يعني المستحيل انه يضل في عندي علاقه مع ما تبقى من عائلتي، لانه مثل ما قلت لك ما بقى في شيء من جهه بيي، خلص انتهى كل شيء، بقى هيدي العائله الوحيده اللي عندي اياها. فعم بعمل المستحيل دائما انه يكون على القليله على مستوى العائله انه يكون تكون العلاقه جيده. انت اليوم رئيسة حزب الديمقراطيون الأحرار، وعمك هو رئيس حزب الوطنيون الأحرار. في القاموس أو قاموس الأحرار، ما هو الفرق بين ديمقراطي ووطني؟ ما لازم يكون في فرق. الفرق اليوم على ممارسة السياسة، ممارسة السياسة بالأجواء الإقليمية الحالية، لأنه في خيارات الواحد بده ياخذها بالنسبة للانطباع السياسي، الإيديولوجيا السياسية. الحزبين مبنيين على مبادئ الرئيس شمعون، يلي هي الوحدة الوطنية، الاستقرار، الاستقلال، لبنان أولاً، كل هالأشياء يلي نحن ندعمها. ولكن بالتوجه السياسي، بالمواقف السياسية، بالنظرة السياسية، بالتحليل السياسي، بالاتصالات، بالتحالفات، بالمواقف، أكيد في فرق كبير. بس لبنان مقسوم اثنين على كل حال، يعني في شقين بلبنان، توجهين كتير بعاد عن بعضهم. فالواحد لازم ياخد خيار، ما بيقدر يكون حيادي من كل شيء بالحياة، لازم ياخد خيار ولازم يمشي بهالطريق. حكينا بهالقسم هيدا عن ذكرياتك الجميلة بكنف العائلة، بكنف الجد. طبيعية، ما عنا أملاك هائلة ولا تمويل هائل، يلي عنا هو هالأشياء يلي ورثناها من الرئيس شمعون. دوري باع السعديات لأسباب شخصية بظن، بس خلينا نكون واضحين كمان إنه ما كان في سعديات، بقى ما كان في سعديات. سعديات كان مهضم كليا، شقفة أرض. يعني الحزن المرتبط كمان بهالذكريات أليم، وبفهمه إذا كان بده يبيع. بالنسبة لدير القمر، البيت يلي أنا وردته من بيي الله يرحمه، ولا مرة سكن فيه جدي،
بيت العيلة بعدها موجودة بساحة دير القمر، بيت نمر شمعون، بيت كمين شمعون، بيت دوري، بيتي بعدها موجودة. عمر بيت جديد جدي الله يرحمه، بس ولا مرة فات فيه. لما وصل عليه ما حبه أبدا، لأنه الأرشيتكتور تبعيتها كتير غريبة بالنسبة لدير القمر، ولا مرة سكن فيها. وأنا بلاقي أنه هذا البيت بالنهاية كان نحس لنا، لأنه لما ورثوا بيي توفى مع مرته ولاده. أنا بعت البيت لأسباب شخصية، لأنه بعد المحكمة كان في كتير مصاريف أكيد، ومثل ما فسرت لك نحن عائلة طبيعية من هالناحية، لأنه ما سرقنا البلد. بس بعت البيت لمايك نصار، وكمان مايك نصار تقوص مع مرته، توفى مع مرته، بقى بعتبر هالبيت نحس. واليوم أخذت بيت بوجه هالبيت وبتطلع فيه وبقول إنه عن جد منيح إنه بعته. ألم التجربة المرة أشد من ألم الجسد، والصوت الهادئ أقوى من الصراخ، والضوء موجود في آخر كل نفق. فاصل ونواصل. نعود بعد هذا الفاصل إلى متابعة حوارنا مع تريسي داني شمعون. حياتك مثل ما قلنا فيها نقاط تحول كتيرة، من طفولة جميلة إلى حرب شرسة، ثم فترة ارتباك وضياع، ومن ثم فترة وضوح، ومن ثم فترة تصميم، واليوم تعيشين الحاضر والواقع. يوم ما بدأت الحرب اللبنانية كنت بعمر 15 سنة، عشت أفظع أيام الحرب، وكنت شاهدة على أكثر صور الحرب ألم، وجع، دم وفظاعة. هناك تاريخ آخر شكل صدمة بحياتك، تاريخ 7 تموز من العام 1980. بعد هذا التاريخ لم يعد حزب الوطنيين الأحرار كما كان من قبل، خف وهج البيت الشمعوني، ونجح السياسي الاستثنائي النمر كمي شمعون في امتصاص تداعيات المعركة اللي شنها الشيخ بشير الجميل قائد القوات اللبنانية آنذاك باسم توحيد البندقية. البندقية المسيحية توحدت. ماذا عن داني شمعون يومها؟ البندقية المسيحية توحدت، هيدا التعبير ما بحبه أبدا، لأنه كان في كمان مشروع وقتها، مشروع صهيوني كان عم بيشجع ما تسمى بعدين توحيد البندقية بعملية المجزرة بالصفرة. يعني كان في فريقين، والإسرائيليين كانوا حبين وقتها بالحرب أنه يتحالفوا مع فريق ماروني لبناني ليكونوا نوع من مارونستان، دولة على حدودهم صديقة لهم. فجربوا أنه يمشوا هالمشروع مع بي الله يرحمه، ولكن رفض، لأنه لبنان كان أولاً عنده دايماً، وكان معتبرة هاي خيانة لبلده. فعرضوا المشروع على بشير جميل وقتها، وكانوا بحاجة لرجل مسيحي قوي، وساندوا وشجعوا وساعدوا بمجزرة صفرة، بمشروع ما تسمى من بعدها توحيد البندقية. ونجح فعلا الشيخ بشير بهالعملية، وشفنا من بعد منا شو صار، انه وصل لحد رئاسة الجمهورية، انتخب رئيس جمهورية. فهذا المشروع كان مشروع أنا بقول سياسي وإقليمي، ونحن كعائلة دفعنا ثمنه، لأنه كانوا بحاجة لزعيم مسيحي قوي بلبنان. لكن بعد مرور عامين على هذه الحادثة، زكى الرئيس كمين نمر شمعون ودعم وصول بشير جميل إلى رئاسة الجمهورية. كيف بتفسر هذا التناقض؟
كان في المجزرة كانت على مستوى المجتمع المسيحي كلياً، فجدي عمل جهده أنه يرجع أنه يسامح ويرجع يوحد صفوف، لأنه هالتصرف الدموي يلي بلش مع اغتيال طوني فرنجي وكمل مع مجزرة صفرة وغيرها يلي وصلتنا هون على تقسيم المجتمع المسيحي، جدي كان خايف منها كتير، فعمل المستحيل ليقدر هو تحت مظلته أنه يرجع يوحد المجتمع المسيحي لو دفع ثمنه بحزبه وبالميليشيا يلي كان بي قائد لها. كيف تلقيتي سماع اسم بشير جميل رئيس الجمهورية؟ بصعوبة جدا. كيف تلقيتي نبأ اغتيال بشير جميل؟ أنا كنت بصفرة لما بلشوا الاجتياح والمجزرة، يعني كنت بالبيت لما بلشوا القصف ونصبت، أكلت شازية بعيني، تفجرت أربيجي بوجهي، وتخبينا أنا وأمي وستي بالبيت بالملجأ عدة ساعات قبل ما فاتوا المجموعات وأخذونا، يعني خطفونا تقريبا الفرد براسنا. ومثل ما قلت لك أول البرنامج أنه طلعت مع مشي أبدا كلني دم، وبرمونا على المناطق المسيحية بالبوار وبالزوق، وتعرضنا لكتير أشياء، يعني حطونا على الحيط مع الفرد براسنا. بالآخر يعني قدرنا نهرب لأنه القضية توسعت إعلاميا، وما بقى كان في مش قادرين أنه يتمسكوا بالموضوع، فقدرنا نهرب، بس مرحلة كتير صعبة. فأنا لما تركت صفرة بقيت عم بحكي عم خبر شو عم بيصير، واضطريت لحمايتي لقدر لأنه كان في خوف كتير علي أنه سافر وقتها تركت لبنان، ومش عارفة إذا رح أقدر أرجع لبنان. ولما شفت أنه انتخب رئيس جمهورية قلت لحالي خلاص أنه ما رح أرجع لبنان. فلما توفى بشير جميل أكيد أنه فتح لي مجال أنه أقدر أرجع عن جديد. بدي فوت إلى شق شخصي، يعني من النادر أنك أنت تحكي عنه، في أمر آخر كان ينغص حياتك يلي هو انفصال الوالد والوالدة. انفصلوا بعد قصة حب طويلة وبعد 30 سنة على علاقتهم. ارتبط الوالد بصديقة لألك إنجريد عبد النور، شعرتي بنفسك ضحية. كيف عشتي بعد هذا التاريخ، يعني بعد ما الوالد والوالد انفصلوا وبعد ارتباط الوالد بإنجريد، كيف تقبلتي الواقع وكيف تعايشتي معه وكيف كانت علاقتك مع الوالد؟ مرحلة كتير صعبة، يعني نحن خسرنا كل شيء. بدك تتصور انه بلشت الحرب لما كان عمري 14 سنة، وعشنا كل هالأجواء، توفوا كل أصحابي. بعدين سافرت، رحت على لندن لوحدي، عشت لوحدي بلندن، ضليت على اتصال مع عائلتي مع انه الاتصالات كانت كتير صعبة بهالأيام، أنجأ فينا نحكي مع بعض بركة مرة على التليفون الساتليت. كنت عايشة لوحدي بلندن. بعدين صارت القصة بين أمي وبي، يعني الجذور العائلة بلشت تنفك، البلد، يعني خسرت بلدي، خسرت أصحابي، خسرت بيتي، بيوتي، لأنه انشحتنا من 4 بيوت من وراء الأزايف. وبعدين بالآخر خسرت عائلتي، يعني كان عمري 18 سنة لما صارت هالقصة، وصلت لمرحلة أنه ما بقى بقى شيء، كل الأشياء اللي كنت حبها كنت معلقة فيها خسرتها بهالدنيا. ففتت بمرحلة كتير يأس وكتير حزن وجو أسود، نفسي أسود. مين ساعدك؟ ما حدا، أنا ساعد حالي. بلشت أقرأ كتير، أقرأ فلسفة أول شيء، أقرأ الإكزيستانسياليست، الوجودين، نعم، لقدر لقي أجوبة لحالتي، أجوبة لهالحياة، لهالمأساة. هل خضعتي إلى جلسات طب نفسي؟ مرحلة أكيد أكيد، لأنه ساعدوكي؟
لا مش كتير، مش كتير، لأنه بلاقي الحوار هيدا الحوار منه مفيد. أكتر شيء اللي بيفيد إنه الواحد يقدر يكون يبحث بحاله ويطرح حاله الأسئلة المهمة، إنه يجيب الأجوبة لحاله، إنه شو معنى الحياة، لشو نحن عايشين. ففتت بالمواضيع، طلعت من الفلسفة وفتت بالمواضيع الدينية شوي والتأمل. ووقتها لما كان عمري 18 سنة قريت كتاب اسمه The Orthodox Way، مش الطريقة المارونية، الطريقة الأرثوذكسية. بس هالكتاب ساعدني كتير، ولقيت إنه بالنهاية الواحد لازم يكون عنده الثقة، الثقة بالحياة والثقة بالله، ولازم يستسلم. أهم شيء يعني الثقة بنفسه، الثقة بنفسه بالاستسلام، يعني بيسلم حاله، يعني إنه بيشوف حاله ماشي بهالدنيا، بيكون قدري، يعني بيكون قدري، وبيشوف حاله إنه استسلم لله، عطى حياته لله. وبهالناحية الواحد بيقدر يلاقي الحلول، يلاقي إنه ما في أجوبة، ما في أجوبة بهالحياة. إنه نحن لو بدهم يعطونا أجوبة بيعطونا كتاب إنه نقرأ بدكم تعيشوا هيك، وهيدا فعلا الدين بيعمل هيك. بس أوقات الواحد بيعيش أجواء أدمنا صعبة، لازم يلاقي الأجوبة لحاله، لأنه بالكتب ما بيلاقيها. لكن الاستسلام يعني أيضا أو في بعض الأوقات خنوع وخضوع، وبيفقد الإنسان القوة أو القدرة على تغيير أمور أكيد ما سلبية. هيدا تطور الإنساني، هيدا تطور باتجاه النور، أنه الروح بحاجة لحب. أنا شو تعلمت بحياتي؟ تعلمت أنه بهالمرحلة كتير صعبة، بوفاة كل عائلتي، بوفاة أصحابي، وكل هالأشياء اللي عشتها، تعلمت أنه أطشت الحب من حياتي، لأنه ما قدرت بقى أتأمل حب شيء إذا بدي أخسره. فكنت لما أطشت الحب أطشت الحياة، فرجعت اقتنعت أنه ما في شيء بهالدنيا غير الحب. ولما بلشت أرجع حب غيري، حب حياتي، حب عائلتي، حب كل شيء، أنه رجعت الحيوية، رجعت الحياة، لأنه الروح بحاجة لحب. هل تصالحت لاحقا مع إنغريد؟ ايه كنت كتير صعبة مع إنغريد بالآخر، يعني كنت عايشة مع بيي بالبيت معهم، ما كان في أي مشكلة. يعني مرقنا مثل كل عائلة اللي تمرق بهالمراحل، مراحل صعبة، ولكن الواحد بيستوعب بيتعود وبيرجع بيفهم. وقعدت جلسات كتير مع بيي وحكينا بكل صراحة. شو أخذتي من بيي؟ كيف بتشبهي؟ بيي كان نفسيته كتير طبيعي، كتير ما كان عنده أي، ما كان يغار أبدا من حدا، كان قلبه طيب، مليء بالمحبة، كان كثير طيب، كان قريب على الناس، kind نعم. وكان ما كان يميز بين الملك والفقير، كان يحب الطبيعة كثير، أنا مثله بحب الطبيعة، يعني بلاقي حالي بالطبيعة أكثرية الأوقات. كتابك الثاني ثمن السلم تزامن مع عودتك إلى لبنان، من تمثلين اليوم حسابيا وعمليا؟ اليوم في جزء صامت من المجتمع اللبناني يلي بده حلول لهالبلد، يلي بهمه مستقبل هالبلد. ما فينا نحكي أو بتغيير أو بإصلاح أو بشي، اليوم بدنا نحكي بتعايش، لأنه كل شيء موجود، بس بدك غير توجه، بدك توجه أصلي، بدك توجه كيف بدي أقول لك، نزيه بالنسبة للعمل الاجتماعي، بالنسبة للعمل السياسي. بدك انه شفافية هالاشياء يلي الناس طالبينها انا بمثلهم. يعني الناس يلي اليوم عم بيعارضوا، عم بيطرحوا طلبات بالعدم الفساد، بالشفافية، بكل هالاشياء، بالمحاسبة، كل هالاشياء نحن بالحزب عم نجرب نمثلها. عملنا ميثاق للحزب، عملنا مشروع للحزب، فتنا بكل القطاعات الاجتماعية والسياسية وكل السلطات، ورجعنا كيف كتبنا كيف بدنا نرجع نعيش هالبلد، لأنه القوانين كلها موجودة بس ما عم تتطبق. مثلا اليوم عملوا قانون سير، أول جمعتين الناس طبقوا لوحدهم، لأنه كانوا خايفين إنه من العواقب، من العواقب، إنه حدا إنه بركي بيصير لهم شيء، أو بركي إنه حدا عم ينتبه. بس لأنه بالنهاية ما حدا عم ينتبه ورجعنا على الفوضى. فأهم شيء التطبيق، لأنه القوانين كلها موجودة، أجهزة الرقابة كلها موجودة،
أجهزة المحاسبة كلها موجودة. جدي اللي خلقهم، غير جدي اللي أنشأهم، بس مع السنين، مع الحرب، مع الفساد، مع الطموحات السياسية، مع الزعامة، كلها انزاحت على جنب، وبلش هالبلد انه بلشوا يتصرفوا كأنه دكانة. هالبلد مش دكانة. فهيدا المشروع السياسي يلي نحن منمثله، يلي هالمجتمع الصامت يلي اليوم ما بيلاقي حاله بموضوع إقليم معين على طرف معين يلي همه وحبه لبنان، هيدا المجتمع يلي نحن بعتبر انه منمثله. بجملة واحدة، اليوم ما هو ثمن السلم؟ ثمن السلم الوعي، الوعي النفسي، الوعي الذاتي، انه لازم كلنا بعتبر انه الانسان لازم يعرف حاله قبل ما يعرف غيره، لانه اذا بنفسيته في غضب، هالغضب بده يحمل غيره، اذا بنفسيته في غيره بده يحمل غيره هالغيره. يعني الواحد لازم يشتغل على حاله اصلا تيلاقي السلم الداخلي تيقدر بعدين يتصرف بسلام مع الناس. بالعام 2013 قررت الترشح للانتخابات النيابية، هنالك صداقة كبيرة بتجمعك بالعماد ميشيل عون، إذا هنالك تقارب فكري وعقائدي وسياسي مع النهج اللي بيتبعه التيار الوطني الحر. هل فكرت تسحبي البساط من تحت إجرين عمك دوري؟ جواب عندك. أنا ترشحت ببعبدة مرتين لأنه ما كان بدي فوت بمعركة مباشرة مع عمي. قلت لك بيهمني كتير أنه حافظ على احترام عائلي، على تقدير الأكبر بالسن بالعائلة، على تقدير عمي بصفته كابن الرئيس شمعون. يعني في عندي تصور باتجاه عائلي ما بيسمح لي أنه اليوم فوت بمعركة مع عمي، وما رح فوت فيها. فأخذت القرار أنه ترشح ببعبدة. جدي أول ما ترشح عن نيابة ترشح بالحدث ببعبدة وقتها. سئلتي في العام 2013 هل ترشحين اسما نسائيا إلى رئاسة الجمهورية؟ فأجبتي ما في عندي ولا أي اسم بذهني. بالعام 2014 ترشح الدكتور سمير جعجع إلى رئاسة الجمهورية، وعندما أعلن ترشيحه رشحت نفسك. اسم نسائي، ماذا أردت أن تقولي؟ لما عملت هالشغلة كانت نوع من معارضة للي عم بيصير، بس اليوم وصلت لمرحلة بنضال السياسي إنه بشوف إنه لا مانع لامرأة إنه تترشح رئاسة الجمهورية، لأنه بغياب الرجال ما في اليوم حدا عم بيوصل لهالمركز باتفاق مع الكل. فبركي بيجوز انه امرأة تعطي حل لهالأزمة برئاسة الجمهورية. كان لقبك العسكري او لقبك الحركي ذهب. أم الذهب. يس. وهالشيء له علاقة بلون شعرك؟ نعم، كان شعري طويل وأشعر. لو قدر لها ان تحتضن والدها اليوم لهمست في أذنيه كم أحبك، ولو قدر لها أن تعيش من جديد لما اختارت إلا أن تكون هي، وهي أم الذهب. لحظات ونعود. عودي إلى متابعة هذا اللقاء الشيق. أصدقائي المشاهدين، أتلقى تعليقاتكم وأراءكم عبر موقعنا الخاص ricardokaram.com وعبر موقعي التويتر على عنوان ريكاردو الكرم، وفيسبوك على صفحة كرم ريكاردو. ثريسي داني شمعون، ارتبطت بالعام 1991 بعد أقل من سنة على حادثة الاغتيال بزميل لك في قناة ديسكفري في لندن. هل عشت قصة حب؟ فعلاً قصة حب كبير. كمان لما تعرفت عليه وصل لي صوت واضح جدا انه هيدا الرجل بدي اتجوزه. هل تفهم بسرعة وبسهولة معاناتك؟ لا، مش اول شيء.
مش أول شيء، لأنه أول مرة جعنا على لبنان تفاجأ، ما كان منتظر أنه شوفني بالجو، جو الطبيعي. فكنا بالبيت بعد ما توفى بيي، والبيت بعد يعني كان سلاحه بعد بالبيت، وكان في خوف كبير وقتها لأنه السوريين كانوا موجودين ومش عارفين مين قتلوا لبيي، فكنا عايشين بجو مخيف. فبالليل سمعت صوت أنا بالبيت، وقمت ورحت وأخذت خنجر قطعة وخرطشتها وطلعت وتمشيت بالبيت. وعي جوزي طلع من الأوضة بالكوريدور، شفته تفاجأت، كنت رح أوصه بقى خاف، قال لا 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 دخيلك اتس مي اتس مي. بقى من وقتها فهم انه فات بقصة منا طبيعية جدا. هل قدر يفهم ويتفهم الحرب المخفية في لبنان؟ فهم كل شيء بالآخر، لأنه عاش كل السنين الصعبة، سنين المحكمة، كان يجي على طول على لبنان. أنا كنت هون على فترة طويلة، كان هو يروح ويجي لأنه كان بعده عم يشتغل على ديسكفري شانو، أنا تركت وقتها تأجي تابع المحكمة، فكان على طول عم بيتابع. وبظن من هو أمريكاني، وبصفته كأمريكاني بركي أنه بيفهم أكتر شيء. لزقتي بولد وحيد؟ نعم. عمره اليوم 25 سنة؟ نو، 20. 20 سنة؟ ايه 20، ما تكبرني زيادة. لا سأنا أعرف عمرك هلا. ايه نعرف الحرب بلشت شو كان عمرك يعني. ايه. انا شغلي صعبة، شغلي حسابية سهلة. بس 20. الله خلي لك ايه. شو غير بحياتك؟ عرفت انا النهار اللي خلق، عرفت انه كل حياتي كانت متوجهة لهالدقيقة، دقيقة اللي خلق فيها. يعني ما فيك تتصور الفرح يلي عشته بهالدقيقة، وفهمت كل حياتي، كل نبض حياتي، كل معنى حياتي لما خلق. وتركت السياسة، تركت الشأن العام، كنت عم بشتغل هون، تركت كل شيء اهتم فيه. 17 سنة، ومرحلة الواحد لما بيهتم بأولاده وعنده الفرصة انه يكون أم ويشعر بكل هالشعور القوي، الحب والحنان أهم شيء بالحياة. وهيدا اللي سمحني أنه أرجع على لبنان، لأنه كمان بعتبر أنه عملت واجباتي بالنسبة له. ربيت شاب مرتب وكتير شاطر وكتير بفتخر فيه. ولما صار عمره 17 سنة ورح يفوت على الجامعة، سمحت لحالي أنه أرجع، وهيدا الحلم كان أنه أرجع، بس ما كنت قادرة قبل. هل بيعرف لبنان؟ بيعرف لبنان، كان يجي لما كان صغير، هلا صار له فتره ما مش جاي، بس رح يجي هالصيفيه، بس نحن عنا ازمه النفايات وما شجعته يجي، بس ان شاء الله على العيد بيجي. مارستي اليوغا وعلمتي اليوغا لمده 10 سنوات؟ يس، كان عندي مدرسه. اليوغا شو غير بحياتك؟ غير كثير، انه اعطاني ممارسه للسلام، للسلام الداخلي، التامل. واليوغا الجسدي بيروق الأعصاب، بيوحد الأفكار، بيخلي الإنسان يفهم أكثر عن الحياة الذاتية، الحياة النفسية. والتأمل كمان بيجيب الصمت الداخلي، يعني الصمت بين فكرين. يعني الإنسان إذا بيسجل أفكاره بيفوت حاله على المستشفى العصفورية، لأنه في التناقض بالرأس، يعني أنه بعمل ما بعمل، بضعف بنصح، هيدا رح ياخد مطرحي بالشغل، الغيرة، كل هالأشياء، كل هالتناقضات، كل هالأصوات بالصوت، مع ممارسة اليوغا والتأمل بينخلق صمت، صمت بين فكرين. وبهالجو الصمت الواحد بيكتشف انه بيكتشف نفسيته، بيكتشف روحه، بيكتشف انه هو منه افكاره، منه جسده، منه عواطفه، هو ابدي، هو انسان ابدي. انت اليوم ترأسين حزب الديمقراطيون الاحرار، والحزب بحاجه الى مصادر ماليه، الى تمويل. من اين تأتين بالاموال؟ نحن فقيرين جدا ولكن اغنياء بالافكار وبالرصيد. واليوم أهم رأس مال يلي أنا بعتمد عليه وبفتخر فيه
هو اسم أهل شمعون، والرصيد يلي ترك لي الله يرحمه الرئيس شمعون وذكرة المرحوم داني شمعون. هيدا الاسم بيفتح بواب بلبنان. السياسة هلأ حالياً بعدم الأجهزة الديمقراطية المفتوحة، السياسة ممارسة السياسة أكثر شيء الخدمات. فبصفتي كتريسي شمعون، كابنة، كحفيدة الرئيس شمعون، الناس بيستقبلوني وبقدر أخدم العالم وأطلب أشياء مساعدات. ماذا عنك أنت على الصعيد الشخصي؟ ماذا تعملين؟ كيف تعيشين؟ ممارسة السياسة ممارسة يومية، في واجبات، في عزوات، في بيانات، في اتصالات، في كمان في تفكير، في تحليل، في توجهات، يعني كل الأشياء. في مكتب سياسي، شغل يومي، وبعدين الارتباطات، ومثل ما قلت لك الخدمات بياخذ جزء كبير كمان من العمل. فالعمل مستمر. للأسف إنه هالبلد جامد، كل البواب الديمقراطية اللي بنقدر نفوت فيها، انتخابات أو تغيير حكومة أو رئاسة، كل شيء جامد بهالبلد. فالواحد لازم يكون هلأ نفسه كتير طويل، يشتغل على المدى الطويل، وبعدين أنه المعرفة مع الناس أكتر، أنه إذا الناس بيعرفوك أكتر وأكتر بيفهموا المواقف السياسية والتطلع السياسي. حياتك ما كانت سهلة أبداً، ما كانت بسيطة. الخضات يلي عشتيها كانت هائلة. هل هذه الخضات أفقدتك الثقة بالآخرين؟ لا أبداً، أنا دايماً بشوف الخير بغيري. هل بتكوني صداقات بطريقة مباشرة سريعة؟ دايماً بعطي شانس لإنسان، بعطي حظ أنه يتبين كويس، نزيه. أكيد إذا أنه بيضرني أو بيجرحني أو في خيانة، أنه ما رح أرجع غلط زيت الغلطة مرتين. بس ارتباطي مع العالم ارتباط كتير صريح ومبني على الثقة أول شيء، يعني لازم يفدوا الثقة بعدين. ثمن الحرب دفعوا آل شمعون أو كندي لبنان. كيف بتحلمي بعائلتك في زمن السلام؟ بفكر بحياتي كتير كيف كانت لو عاشوا كلهم، لو عاش بي، لو بعده طيب جدي، كان غير أجواء كليا. بحب أنا بعملي أرجع حي ذكرتهم، حي الأشياء، المبادئ يلي كانوا هن متمسكين فيها، النظرة للبنان يلي نظرة خيرية، نظرة جيدة، نظرة نقدر نفتخر فيها. كل هالأشياء بعتقد إنه هيدا يلي بيعطيني أنا، بتعطيني قوتي لأقدر كمل كل يوم. لأنه لو ما عشت هالتاريخ يلي تاريخ مليء بالمبادئ، ما كان فيني اليوم اتمسك فيهم وكمل، خاصة بالأجواء وبصعوبات اللي نحن كلبنانيين عم نعيش فيها. يعني عايشين ببلد اليوم بدون دولة، بلد فساد، بلد مجوة. يعني حيالة شخص عايش برا جاي على لبنان بده يتحمل كتير. أنا عشت حياة كتير حلوة برا، لكن جاي اليوم عايشة بلبنان، عايشة بزبالة، فعلا بزبالة، يعني مش هيدا تعبير، زبالة حقيقي، روايح، وسخ، عدم أخلاق، ناس كلهم يعني ملقنين غضب ومش عارفين حالهم، كيف بدهم يخلصوا حالهم. يعني هالجو الواحد بده يقدر يسيطر عليه، وما بيقدر يسيطر عليه غير إذا ما بيعرف إنه في أحسن. نحنا فينا نكون أحسن، في مجال نكون أحسن. بس الرمزية يلي هي رح تفرج الناس كيف بدها تكون أحسن لازم تجي من فوق مش من تحت. أنا سعدت بهذا اللقاء. بوصل هون لسؤالي الأخير. طبعاً الليلة دخلتي إلى بيوت الناس وأنت مقلة بإطلالاتك الإعلامية، خصوصاً وأنت بتحكي عن نفسك، عن شخصك، بتطلي وبتحكي سياسي، بتدلي بموقف، لكن من النادر أنك تحكي عن أسرار الغاز وحالات خاصة بتمثل لك. لبنانيين وعرب اكتشفوك الليلة، وفي ناس تعرفوا عليك لأول مرة، وفي أشخاص عادوا اكتشافك لهالشرائح المختلفة.
شو بتحبي يكونوا فكرة عن تريسي داني شمعون عام 2015؟ جملة سهلة، أنا للبنان. سهلة، أنا للبنان. إن شاء الله دايماً. أهلا وسهلا فيك أصدقائي المشاهدين. لا يمكننا خلق التجربة لكننا نستطيع اجتيازها. إلى اللقاء.